هلا البعض فسروها انه انت تريد ان يبقى بشار الاسد الرئيس بشار الاسد. يا اخي لا، الموضوع مش ان يبقى بشار الاسد او لا يبقى، انا اريد ان تبقى سوريا، سوريا الدولة المدنية. انا لا اريد ان يحكم سوريا لا الاخوان ولا داعش ولا اي جهة من الجهات. اريد سوريا، اذا فيكم تخلوا سوريا كما هي وتستبدلوا المسؤولين فيها اوكي، هل انتم قادرون على ذلك؟ فلذلك فسر كلامي بانه انا ادافع عن النظام، وصدر القرار الهميوني بعاز او بطلب او بامر من المملكة العربية السعودية بفسخ عقده، لذلك لم يكن بيني وبين الكنيسية اي خلاف، هم اخذوا المبادرة بفسخ عقدي معهم، وكان عقدي عقدا جميلا، فبلغوني بذلك وخرجت من الـ MBC بالـ 2012، بداية 2012.